رجعنا مع حضراتكم ومعايا ضيف من العيار التقيل فعلا، انا على المستوى الشخصي بحبه جدا، راجل بيبص لمنظور مختلف تماما عن النقاد، عنده احصائيات كتيره جدا جدا، عنده رؤيه واسعه مش رؤيه ضيقه، بيحاول يوسع رؤيته بشكل كبير في جميع الملفات، وعشان كده هفتح معاه ملفات كتيره قوي، عندنا ملفات كتيره قوي هنفتحها مع ضيفنا النهارده طبعا الاستاذ طارق الادور. برحب بحضرتك في البيت الكبير يا استاذ طارق. اهلا بيك يا كابتن هاني، منورنا. انت اللي منور الدنيا، وانا سعيد اكون معاك في البيت الكبير قوي ده. فعلا البيت الاهلي دايما مفتوح للجميع، وحضرتك زي ما بقول يعني انا بشوف ان حضرتك بتحلل بمنظور مختلف، بتحلل برؤيه مختلفه، وعشان كده ان شاء الله هنفتح مع بعض ملفات كتير، وهنتكلم في امور كتيره جدا ظهرت على الساحه الايام اللي فاتت، ويمكن كمان قبل كورونا، هنتكلم على كل حاجه ان شاء الله. بس احب حضرتك في الاول باختصار شديد، انت شايف عوده الدوري ازاي؟ يعني كان في قبل عوده الدوري كان في تناقض كبير جدا جدا، لغط كبير جدا، انت رؤيتك كانت عامله ازاي في عوده الدوري؟ شوف، انا كانت رؤيتي من اليوم الاول للتفكير في عوده المسابقات، حتى قبل ما تعود المسابقات الاوروبيه، قبل حتى ألمانيا ما تبدأ، أنا كتبت أكتر من مقال وكتبت فيهم. أنت إيه دايما عشان تتناول أي موضوع صح، عندك إيه الإيجابيات اللي تمشي مع إن النشاط يرجع والكرة ترجع، 1 2 3 4 5 6 طلعوا 10 حاجات، وإيه المضار في وجود كورونا من عودة النشاط، طلعوا حاجتين، اللي هما الحاجتين الاول، يعني دايما جبت السالب قبل الموت. السالب الاول، العدوى في ظل وجود طبعًا كورونا، فانت خايف من العدوى. ونمره 2 ان انت بتقول ان فتره التوقف الطويله دي عايزه فتره اعداد، ففتره الاعداد قصيره، ولو ان النقطه الاولانيه بالنسبه للعدوى عملتها مثال وجبت جميع الظروف اللي ممكن المواطن المصري يعيش فيها. حلو. هيكون في مصنع، في شغل، في شركه، في السوق، في سوبر ماركت، في الميكروباص، في الشارع، لقيت ان أأمن مكان يتواجد فيه الرياضي ولاعب كرة القدم بالذات هو ملعب كرة القدم. حلو الكلام ده، ناخد من دوت. رجعنا مع حضراتكم، ومباراه كلنا مستنيينها يا استاذ طارق، مباراه النادي الاهلي طبعا ونادي الزمالك يوم السبت اللي جاي. قبل ما نتكلم عليها، انت شايف اداء نادي الاهلي في الفترة اللي فاتت في الدوري عامل ازاي؟ شوف، هو طبعا انت بتتكلم ان الدوري توقف بلقاء الاهلي وسموحة كان يوم 11 مارس، ورجع الاهلي يلعب تاني يوم 8 اغسطس، يعني بنتكلم في 5 شهور اللي يومين. حتى بالنسبة للفرق الاخرى اللي كانت متوقف مبارياتها قبل كده، فقعدوا اكتر من 5 شهور، يعني الاهلي 5 شهور تقريبا بعيد عن المباريات، وفي فرق كانت اكتر، ممكن وصلت فرق اللي هي ما لعبتش في خلال شهر مارس، وصلوا قربوا على خمس شهور ونص تقريبا، شهور ونص شهور مثلاً. فطبعا مستحيل ان انت تتخيل انك هترجع للفورمه اللي كنت عليها ما قبل توقف كورونا بعد مباراتين او 3. انما الشكل بالنسبه لكتير من الفرق رجع بسرعة أكتر من ما احنا أكتر متوقعات، يعني أنت كنت فاكر إن الأمور هتبقى فيها يعني مدة أطول عشان نشوف أداء أفضل. بالظبط، يعني لدرجة أنا بقولك إيه، من السلبيات اللي الناس كتير قالت لك إيه، إحنا هنعمل إعداد إمتى؟ بينما إحنا لو رجعت الدوري المصري آخر 20 سنة هتلاقي عمر ما كان في فترة إعداد أكتر من 3 4 أسابيع، ده أنت ساعات بيخلص الدوري تخش في اللي بعديه. مظبوط. يعني أنت المدربين بيتكلموا كده بإيه؟ بقدرة قوي، إن هو يعني ما فيش إعداد، هو أنت كنت بتعمل إعداد فين؟ ما كان كل الموسم يخلص، يعني إحنا الموسم اللي فات الكأس خلص وبعديها بيومين المسابقة الدوري الجديد، الكأس اللي هو كان النهائي الزمالك وبيراميدز، فكل موسم، الموسم اللي قبليه برضه دخلنا في فتره التحام بين الموسمين،
والموسم اللي قبل اللي قبله كل موسم كان كاس الامم الافريقيه بيبقى بالكتير ثلاث اسابيع، يعني اعتقد بيبقى بالكتير انت لو خدت ثلاث اسابيع بين الموسمين ده بيبقى فتره، فالناس كانت بتطلب لا احنا عايزين سته وسبعه، واحنا عارفين كان لامور الغرض منها ان هو مش عايز يلعب الدوري بمعنى اصح. بالظبط يعني. بالظبط كده، فهي حصلت مناوشات كبيره بين المطالبين بـ 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 بعدم استئناف الدوري وبين المطالبين بعوده النشاط بشكل عام، مع العلم بان الموضوع اتقسم الى اهلي وزمالك بس، ما فيش اي حاجه تانية. يعني هو اتقسم الى ان الزمالك مش عايز يرجع الدوري، ودي برضو علامات استفهام كبيره جدا، انا الحقيقه ذكرتها في اكتر من مقال. طب هو ليه الزمالك بادى ايحاء كده لفرقته ان لو رجع الدوري ده الاهلي هياخد الدوري؟ طب ما الفارق المفترض نظريا فيما هو مفقود من النقاط بغض النظر عن عدد المباريات اللي كان مختلف، الفارق 15 نقطه. طب ما الاهلي السنه اللي فاتت كان فارق 28 نقطه وكان عنده مؤجلات، عرف يرجع من الخلف خالص. الاهلي كان لاول مره في تاريخ الدوري من 48 49 السنه اللي فاتت دي، الموسم اللي فات ده، كان نمره 18 في الدوري الاخير. ساعتها كان في مؤجلات كتير قوي. يعني عمر ما جدول طلع جدول دوري من اول الدوري ما ابتدى لغايه النهارده الاهلي موجود فيه بمركز زي، حتى لو له مؤجلات، يعني حتى لو له مؤجلات ما بيبقاش عمر مكان الاخير، الثامن التاسع حاجه كده يعني، لكن اخير. وازاي الاهلي يرجع ويكسب الدوري وبفارق 8 نقاط؟ يعني مش حتى فارق نقطه ولا اتنين، لا ده بفارق 8 نقاط. طب انت ليه بتدي ايحاء للاعيبتك ان الدوري اتحسم؟ ليه انت ما تلعبش حتى تضيق الخناق على الاهلي في مسابقه الدوري؟ هقول لك مثال. اخر موسم فاز بيه الزمالك بالدوري 2014 2015 لغايه النفس الاخير الاهلي ما سلمش، رغم ان كان فارق المستوى لصالح الزمالك، فارق النقاط الكبير كان لصالح الزمالك. عرف الاهلي يرجع، وكان الكابتن فتحي مبروك تولى فتره وقتيه كده في هذا الموسم لو تفتكر، وراح الاهلي رغم ان هو كان اقل من الزمالك في هذا التوقيت فنيا، كسب الزمالك وضيق الفرق لست نقط واجل اعلان الدوري لغايه الاسبوع الاخير. يعني كان فرق 15 نقطه كانت كان ممكن يستسلم ويقول خلاص احنا يعني بالظبط يعني، لكن بس ده دي مدرسه النادي الاهلي برضه. بتضغط دي مدرسه النادي الاهلي. طب انت ليه على الاقل ما تضغطش؟ يعني ليه توصل او استعد للبطوله الافريقيه على سبيل المثال؟ ده جزء تاني من ضمن العشر حاجات. الدوري ما كانش اولا بطل بس، انت مش بتحدد بطل، لما تتحدد بطل وتاني اللي هيلعبوا في دوري الابطال، ثالث وبطل الكاس اللي هيلعبوا في الكونفدراليه، بتحدد اللي هيلعبوا حتى في البطولات العربيه، يعني بتحدد الهابطين. نمرة اتنين بتتجنب انك انت الدوري يرجع زي ما كان وقت التوقف بتاع 2012 و2013، كنا نلغي الدوري يروح طالعين اللي هيطلعوا وسايبين اللي هم مش هينزلوا. فوصلنا العدد بيكبر، وبالتالي مشاكل بتبقى 24 نادي، اعلى عدد من الانديه في تاريخ الدوري. وطبعا دوري كان سيء جدا، ده دوري مجموعتين، كان مجموعتين اللي هو كان اسوء دوري، دوري كان صعب قوي. بالظبط دوري مجموعتين ومستويات هزيله، والنهائيات بتحسم في خلال الاربع مباريات في الاخر، فكل دي عناصر. انت كنت هتستعد ازاي؟ يقول لك دوري جديد. طب اشمعنى دوري جديد اللي هتستعد بيه؟ يعني الدوري الجديد ده مش هيبقى فيه كورونا فهتستعد بيه، والدوري القديم والناس كانت بتقول خلاص نبدا دوري جديد في اكتوبر. طب ما انت ايش عرفك في اكتوبر مش هيبقى يعني بالزبط. الامور طب ونبدا في اكتوبر بقى وتلعب في سبتمبر، اللعيبه تيجي من الشارع تلعب دور قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. طب اشمعنى المغرب؟ بص بقى هقول لك الفرق وارجع لك على المغرب. في اوروبا قرروا عوده النشاط. اولا عندما تقرر عوده النشاط بالتاكيد النادي اللي هيهبط في المانيا هيقول لك لا مش عايز استأنف الدوري. بالتاكيد اللي خرج من كاس ايطاليا واللي خرج لا ينافس على الدوري الايطالي او اللي هو في المراكز السفلى هيقول لك لا مش عايز استأنف. فانت هتلاقي في كل حته الدنيا هتتقسم، لكن القرار قرار جهات عليا. عندنا احنا كان قرار دوله مش حقيقي. قرار حتى وزاره الشباب والرياضه مش لوحدها، ولا اتحاد الكوره مش لوحده، يعني مش اتحاد الكوره ولا اللي اعلى منه الوزاره، لا ده قرار دوله انك ترجع لسه هتقول بقى تقسمهم تقول ايه دول 14 4 لا. والغريب يا استاذ طارق كمان انه قبل يعني كان بنقول يا رب الدوري يرجع، فكان الناس اللي قالت لك لا دي كانت بتقول لو الدوله قررت ان الدوري يرجع انا هرجع. طب الدوله اوريدي قررت، فيعني يعني برضو كان في علامه استفهام. انت قلت قبل القرار لا لو الدوله قالت انا ماشي، على اساس ان الدوله قالت لا مفيش نشاط فقال لك نتمنى عوده نشاط، لكن الدوله تقول بعد الدوله ما قالت قال لك لا قال لك او وقول لي انسحب ورجع في كلامه تاني. يعني الحقيقة بص بقى في اوروبا حصل ايه. النشاط هيرجع خلاص،
مفيش كلام، مفيش نقاش، مفيش صحافه بتتكلم عن الموضوع، مفيش اعلام اتقسم عشان شويه يأيدوا بايرن وشويه يأيدوا دورتموند مثلا، لا مفيش، كله على خط واحد ان النشاط رجع. رجع المسابقات بحلوها بمرها بدون جمهور. على فكره احنا لعبنا بدون جمهور بقالنا 8 سنين اهو. لا كمان في نقطه عايز اقولها لحضرتك، ان كمان قال لك حدد ميعاد ومحدش قال لك الميعاد ده، طب انا محتاج اسبوعين، طب اللعيبه اصلها حدد ميعاد بعديها بثلاث اسابيع. يعني قرار عوده الدوري الالماني اتقال ان الدوري النشاط الدوري الالماني هيبدا بعد ثلاث اسابيع من دلوقتي بالجدول من دلوقتي. ما جاش بقى مدرب قال لك اصل انا اللعيبه خلاص، ده قرار نزل وهم عليهم ان هم يشتغلوا عليه خلال ثلاث اسابيع بدا الدوري تاني. في دوريات اوروبيه اللعيبه جم قعدوا اسبوع تمرين كده بس ورجعوا للمسابقات، لكن كان قدسيه صحيح. ما يشبه القدسيه لان قرار بعوده النشاط، لدرجه ان احنا اذا كنا متعودين على اللعبه بدون جمهور ففي اوروبا. انا اذكر مباراه كان بين مانشستر سيتي واذكر واتفورد تقريبا، فاتلعبت بدون جمهور عقوبه لواتفورد وقتها، الكلام ده من كام سنه. فجوارديولا قال ايه؟ انا نفسي ما نلعبش اللعبه دي تاني، اعتبر ان اللي اتلعب ده مش كوره، اللي بيتلعب من غير جمهور ده مش كوره، رغم ان الجمهور اساسي عندهم في اوروبا، لكن قال لك احنا استئناف النشاط اهم بكتير من اي اعتبارات تانية. فراحوا لاعبين بدون جمهور، محدش اعترض، وخلصت الدوريات كلها. النهارده ذهاب الدور قبل نهائي دوري ابطال اوروبا، بكره الماتش، عفوا مش ذهاب يعني المباراه الاولانيه، المباراه الثانيه بكره، بعدين نهائي اليوروبا ليج، وبعدين نهائي دوري الابطال. تخلص كل مسابقات اوروبا، كل الدوريات ودوري ابطال اوروبا، والانديه بدات تستعد للدوري الجديد اوريدي. بال بقى شوف بقى الشغل الصح، دوري ابطال اوروبا الجديد النهارده في 8 مباريات اللي هي الادوار التمهيديه. مظبوط، بيلعبوا ادوار التمهيديه بتتلعب الكواليفايرز الاولانيه اللي هي قبل دوري المجموعات. ابتدت مش النهارده، ده ابتدت من اسبوعين. يعني لسه المسابقه دوري ابطال افريقيا دوري ابطال اوروبا القديمه ما خلصتش كان لسه دور الثمانيه، والتمهيدي بيلعبوا لان التمهيدي ما كانتش الانديه اللي هي وصلت للادوار دور ال 16 او دور الثمانيه، هي دي اللي هتلعب في الادوار التمهيديه. فلعبوا الادوار التمهيديه، وهتلاقي مثلا ايه بعد اسبوعين ثلاثه خلاص وصلت ادوار التمهيديه، ودوري ابطال اوروبا الجديد هيبتدي زي العاده خالص، دوري المجموعات في اوقاته في تواريخه العاديه. قصدي اقول لك ايه؟ ان عندما تقرر ان النشاط يعود كله ما اهدرش الجول، ما ضيعوش وقت خلاص. طب الدوري رجع وعندنا ان شاء الله مباراه مهمه جدا يوم السبت، مباراه الاهلي والزمالك، فنيا شايفها ازاي من الجانبين يعني، وخاصه طبعا جانب النادي الاهلي؟ شوف النادي الاهلي انا شايف ان هو لم يقدم حتى الان المستوى اللي كان عليه ما قبل كورونا، وعنده مشكله الاصابات، دي النقطتين المؤثرتين سلبيا. نادي الزمالك ايضا تاثر. الزمالك على فكره علما بان يعني المنتمين للزمالك هم الاكثر معارضه لعوده النشاط في الفتره اللي هي اللي فاتت دي، لكن الزمالك كان هو الاكثر نادي المفروض انه يطالب بعوده النشاط. ليه؟ لانه نهى في اعلى منطقه، نهى بطل السوبر الافريقي، بطل السوبر المصري، ومعدي الترجي في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. فهو عامل انتصارات، لو كان اي زملكاوي نام كده وحلم انه هيعدي اتنين من الثلاث عقبات، مظبوط، حاله كانت جيده جدا، حاله فنيه، خلينا نقول كل امانه، حاله فنيه وطبعا حاله معنويه عاليه جدا بالظبط. فالزمالك رجع بشكل مختلف شويه، اللي هو ايه؟ الاهلي راجع تقريبا عايز ينفذ نفس استراتيجيته، وفايلر حاطط بصمه على الفريق ظاهره جدا تختلف تماما عن بصمات كل سابقيه، بداية مثلا لو قلنا حتى في السنوات الأخيرة. إيه الاختلاف اللي أنت شايفه؟ يعني إيه البصمة المميزة جدا اللي حطها بايلر في فريق النادي الأهلي اللي أنت شايفه؟ أربع بصمات كبيرة قوي فنية. البصمة الأولى أنه أول مدير فني في الكرة المصرية مش في النادي الأهلي يصبح عنده اللعيبة اللي في قلب الدفاع هم أول نقطة للهجوم. يعني هو كان طالب، مش عايز الديفندر، مش عايز اللي هو قصدي السيرد باك اللي هو عنده قوه بدنيه بس بيشتت وبيطلع، عايز حد يبني من تحت، اللي هي نماذج قديمه كانت موجوده كتير. لا ده عايز يبدا، عشان كده كنت تبص تلاقي ايه متولي عنده دي، ايمن اشرف عنده دي، رامي ربيعه عنده دي،
فهو حابب اللعيبه اللي بتبني من تحت، اللي بتبني من تحت. فده اول مدير فني في الكره المصريه يعتمد على السد باكات كنقطه بدايه للهجمات. ده نمره واحد. نمره اتنين ان هو اول مدير فني في الكره المصريه ما عندوش مركز سته. ايه مركز سته ده؟ اللي هو الهاف ديفندر التقليدي اللي هو 90% في واقف، ولو 10% بس لو طلع حتى في كرات ثابته ما بيمسكش التسديد وكلام. بص بقى، شوف حسام عاشور استبعد من حسابات، بغض النظر عن الاحداث اللي حصلت بقى دي، لا بنتكلم فنيا، حسابات فايلر فنيا ماشي. اما فايلر جه وانا قلت الكلام ده في الميديا وموجود مسجل في بعد ما جه ثلاث اربع اسابيع، قلت انا زعلان ان واحد زي حسام عاشور بتاريخه ده كله خلاص، من قبل بقى ما يحصل كل ده. انت قريب يعني من بدري، قريها من بدري ان هو ايه خلاص عارف. انا قلتها نموذج طارق حامد، ده لعيب كويس قوي في الزمالك، لو طارق حامد في الاهلي فايلر مش هيلعبه، اللي هو الكلاسيك ستة، ستة اللي هو الهولدنج، بيسموه الهولدنج ميد فيلدر، اللعيب الثابت اللي بيتحرك الفريق من حواليه، وهو اللي دايما بيسقط قدام الاثنين سد باكات وما بيتقدمش كتير، ما بيسددش على المرمى. عشان كده ايه كان عندنا ناجحين لعيبه كتير في الحته ديت، لكن ما كانوش عندهم الحته اللي هو بيتقدم، فكانوا المدربين يحط واحد هولدنج والتاني واحد اللي هو بيستنى والبوكس تو بوكس ده بيروح ويرجع، لكن في واحد ثابت قدام السرد باكين على طول. تعالى بقى بص فايلر عمل ايه، حط السوليه وحمدي فتحي، السوليه بيطلع الاثنين 8 بيسدد على المرمى بيشوط، حمدي فتحي بيطلع بيكمل في الاجناب بيسدد على المرمى بل وبيلعب ضربات راس. من النادر جدا في تاريخ الكره المصريه ان هاف ديفندر كان بيلعب ضربات راس، يجي له كره عرضيه يلعب ضربات راس، يعني حمدي فتحي جايب جوال كتير بضربات راس. فبقى بيلعب حمدي فتحي والسوليه، حتى اليو ديانج، اليو ديانج من اللعيبه اللي بتزيد مع الهجمه بيسدد. اليو ديانج يمكن كمان اكتر شويه، كان حتى لما بيلعب مع عمرو كان مدي مساحات لاكتر عمرو شويه، يعني احنا كنت بتفرج انه بيزيد بس مش بالشكل الكتير زي عمرو، فبيبقى في واحد دايما لو حتى بيلعب بفتحي وبيلعب بالسوليه حمدي فتحي يزيد، هتلاقي عمرو السوليه اللي واقف، عمرو السوليه بيزيد، يبقى برضه عشان الناس تفهم مش الاثنين طايرين مع بعض. لا مش الاثنين طايرين، هي الفكره انه خلق جواهم ان هم لا انا مش عايز حد واقف على طول، انا عايز يبقى طالع، عايزه يجيب جوال ويلعب كرات عرضيه ويكمل في العمق ويكمل في الاجناب وينزل لتحت، يبقى هو زي سرد باك ثالث ويأكل يعمل كل. طب ايه المشاكل انت شايف ايه مشكله يعني المشكله الفنيه في النادي الاهلي دلوقتي؟ عندنا مشكله، انا يعني هسيبك تتكلم ونتناقش فيها، ايه المشكله الفنيه وخاصه في خط الهجوم عندنا مشكله؟ ما انا هقول لك بقى دي النقطه الستيب اللي بعديها. فاحنا اتكلمنا عن الدفاع اللي بيبني، اتكلمنا على الهاف ديفندرز الاثنين مركز 8، ما بقاش في مركز 6. نمره 3 دي بقى حاجه متطلبه جهد عنيف جدا من اللاعبين، هذا البريس او الضغط العالي اللي على الفريق المنافس. وعمرك اما كنت بتشوف فرقه الاهلي بتضغط او فرقه الزمالك او في اي فرقه مصريه كانت بتنفذ ده، كان بيحصل ايه؟ تنفذه من ال 90 دقيقه 10 دقائق بالكتير، ما تقدرش الجهد يقدر انك تضغط بهذا الشكل. انت تحولت الى انك بتضغط بكام بقى؟ في بعض اوقات بسبعه، سبع لعيبه موجودين في المنطقه الاماميه. فاصبح مع هقول لك بقى المشكله الفنيه، بس اما اقول لك اخر حاجه اللي هي ايه؟ ان الاهلي كتير قوي ايام مانويل جوزيه كان اعتماده الاساسي على اختراقات الاجناب، يلعب كرات عرضيه كتير والكرات العاليه اللي هي مثلا كان عنده النموذج الحي لراس الحربه النموذجي في الكره الحديثه، يعني عندك عماد متعب وعندك فلافل، يبقى ازاي ما تلعبش كده؟ ده كان طاير بركات، بيستخدم ادواته، انا عندي بركات وعندي سيد معوض بيطلعه كويس، ومحمد عبد الوهاب بالظبط، واحمد فتحي كل دول جم في بيخدم على ان اللي يلعب او اللي يقوم بدور الهجومي ده هو الاثنين رؤوس الحرب. لا ما عادش الكلام ده. النموذج اللي بذكره لما يفعله اللي هو رابع حاجه، انا اتكلمت دلوقتي عن الاثنين السرد باكات، اتكلمت على ديفندرز، اتكلمت على بريس بعدد كبير من اللاعبين. اخر حاجه ان فايلر مش في رايي في نظره ان الهجوم متطلب راس حربه هداف، هو فكره كده، عشان كده حاصل جاب شويه في الفكر بين الجمهور العادي، الجمهور الاهلاوي اللي بيسمعنا، الجمهور العادي والجهاز الفني حوالين دور مروان محسن،
عشان انا اقول للجمهور كان ازاي بيفكروا عبر اجيال في النقطه ديت، ان منتخب فرنسا وهو بطل كاس العالم الاخيره، وكان بطل كاس العالم 98، وكان بطل الامم الاوروبيه 84، بطل الامم الاوروبيه ايه 2000، يعني اثنين كاس عالم واثنين امم اوروبيه. في الاثنين كاس عالم والاثنين امم اوروبيه راس الحربه لم يسجل ولو هدف واحد. كان مثلا برنار لاكومب كان في فرنسا 84، كان ده راس حربه يقوم بادوار تانية خالص غير التهديف. يسيب مين بقى؟ ميشيل بلاتيني، الان جيريس، جان تيجانا، لويس فرنانديز، اللي جايين بيقولوا بالظبط. جه بعديه في كاس العالم 98 راح عاملين جابوا ستيفن جيفارش ده كان هو راس حرب الفرنسا، محدش فاكر اسمه طبعا، يعني اللي انا بقوله لك عليهم دول الناس مش فاكراهم، لان ايه هو ما جابش ولا جول. لكن زيدان، يوري جوركايف، ايمانويل بوتي، لعيبه كتير من تحت هي اللي بتقوم بالمهمه ديت، فعشان كده ما جابش ولا جول. جاء بعد كده نفذ نفس الكلام، بس جاب مهاجم اسمه كريستوف دوجري، ده كان بيجيبوا شويه جوال يعني، بس الدول ما جابوش. جاء في الاخر كاس العالم اللي لسه خالصه 2018، مين راس الحربه؟ اوليفييه جيرو، ما جابش ولا جول، وفرنسا خدت كاس العالم. جاب ولا جول؟ مفيش. عايز اللي تحت، مبابي بقى والشغل بتاعه. اعتقد كان بيقوم بالدور ده برضه، بس كان بيهدف طبعا عماد متعب في اوقات، كان هو اللي بيفتح ثغرات لبركات انه يخش، لابو تريكا انه يخش، ففي ادوار مختلفه. ما الادوار بقت مختلفه لراس الحربه، ما بقاش في راس الحربه الكلاسيك اللي هو جوه ال 18 انت مهمتك تجيب جول. الكلام ده انتهى يعني. هو انت فعلا بتقول الكلام ده انتهى في العالم بالظبط، لدرجه ان انت لو جيت تعد في العالم كده هتلاقي نص الملعب الهدافين يعني. مين رؤوس الحربه اللي هو ايه اللي هو التارجت، اللي هو بيتمركز جوه المنطقه، ضربات راس، قوه بدنيه، الحاجات دي هتلاقي مثلا ايه ليفاندوفسكي يعني، وبرده مش كلاسيك قوي، ده بيطلع الجنب يعني، بس هداف يعني في ال 18 دايما موجود، بس مش كتير. اصبح الوحش الشادو سترايكرز هم الاساس في اللعب. هو ده التغيير الرابع اللي عمله، هو معتمد في المقام الاول. حسين الشحات يروح، رمضان صبحي قبل ما كان موجود يروح، مجدي قفشه يخش، عمرو يكمل، جيرالدو حتى رجعه، يعني اصلا اللعيبه دي هي اللي بتقوم بالادوار. ده محمد هاني جاب جول يعني، محمد هاني في المباراه اللي قبل اللي فاتت، مباراه امبي جاب جول، هو اللي جاب الجول، وعلي معلول جاب الثاني بالظبط الجزء ده. بس مشاكل النادي الاهلي، واحنا طبعا مهتمين جدا بالحته دي ان احنا برضو اتكلم معاك فيها قبل مباراه مهمه قدام نادي الزمالك، المشاكل الفنيه وخاصه الاجنحه، احنا بنتكلم على الاطراف. الاطراف كان عندنا مشكله فيها، ما كانش مثبت اطراف بشكل كبير يعني، كان في وقت من الاوقات بدا ان قفشه بقى يلعب كطرف شمال، مش حتته، وبدا جيراردو يروح ناحيه برضه اليمين وبرضه مش حتته. علامه استفهام ان اجاييه ناس بتقول انه بيعمل جبهه على اعلى مستوى مع علي معلول، فبدا يخش راس حربه. انا شايف التغييرات في الجزء الامامي دي مقلقه شويه الجماهير. طب هو هيلعب ازاي وسط لدرجه، طب هو هيلعب ازاي، مين هيلعب اطراف، طب هيلعب 4-2-3-1، طب 4-3-3. المباراه اللي فاتت حتى كان في تغييره بنزول طبعا ديانج في نص الملعب وناحيه اليمين بقى بيطرف، ونزل على انه يشيل ناحية احمد الشيخ. ففي علامات استفهام فنيه كده، انت شايفها ازاي؟ بص، عشان تتكلم على المشاكل الفنيه تجيبها من ورا، المشكله في قلب الدفاع حاجتين. مشكله الاصابات الكتيره اللي خلت مفيش متوافر عند النادي الاهلي الا 3 لاعبين فقط، غالبا هو اللي هيكمل بيهم دوري ابطال افريقيا، ودي مشكله يعني، لانك انت المشوار كبير. طبعا انت دلوقتي بقى موجود ياسر ورامي ربيعه وايمن اشرف، 3 فقط. سعد سمير مش سعد سمير مش هيلحق يعني، صعب. ممكن جدا نلحق دور اخيره، بس يبقى صعب شويه، صعب بعد المده الغياب دي ان انت تعتمد عليه برضو. صحيح. يعني برضو وادي محمود المتولي اللي هو كان ممكن يشيل لك نقطه مهمه، فما فيش حل في النقطه غير الثلاثه دول لو اتزنقت، الا انك هتلعب احمد فتحي تاني زي ما لعب قبل كده، او محمد هاني زي ما لعب قبل كده، واصلا ايمن اشرف اللي هو كان باك شمال هو بيلعب سيرد باك خلاص بقى لعب سيرد باك. بالظبط، فدي النقطه الاولانيه.
النقطة التانية هي إن من أكتر المراكز اللي كانت شايلة الأهلي في الفترة الأولانية من الدوري وخلته معدلات تهديفه 3 أهداف في المباراة، خلت الفارق يكون كبير جدا بين أقرب منافسيه، خلته يحقق 16 فوز متتالي، تاني أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ الأهلي في الدوري، رقم معادل لما حصل في 2007-2008 وبعد موسم واحد اللي هو 2004-2005 اللي كان فيه 17 فوز. اللي عمل كل الإنجازات ديت كان زي ما أنا قلت لك التغييرات اللي عملها في الأطراف، كان موجود رمضان صبحي، وطبعا حالة الغضب العارم اللي حصل ضد رمضان صبحي مش عشان هو لاعب زي ما يقولك الاحتراف، لا انت خدعت الناس، انت بتقول انا هتلعب يا عم، يعني برافو عليك، يعني انا كان زي ما حضرتك بتقول موجود، موجود لو حد تاني لا انا موجود لو في مصر يبقى النادي الاهلي، هو ده اللي زعل الناس، هي دي كانت مفاجاه. انت بتتكلم يعني انت عشان الناس بتقول لك ايه الله، طب ما لعيبه كتير، طب ما الاهلي خد لعيبه من اسبانيا، ايوه اللعيبه اللي جت للنادي الاهلي جت انتقالات بين مواسم، والفرق واللعيب ده كان غالبا سايب النادي الاسماعيلي او سايب نادي الزمالك وطالع بره ورجع على النادي الاهلي. فانت ما خدتش. ثانيا في حاجه اسمها ليه الناس عماله تقلل من معنى الانتماء، بس دي موضوع تاني هنتكلم فيه يعني. ممكن نطرحه يعني وارد جدا ان احنا نتكلم فيه، بس عايز طبعا تفصيله كبيره، لكن انا بتكلم الانتماء اختلف شويه. الناس بتتكلم في النقطه دي، بتكلم بقى في نقطه انك انت عندك الشادو سترايكرز دول هم نقطه قوه النادي الاهلي. كان عندك رمضان صبحي راح، كان عندك حسين الشحات اصابه، كان عندك جيرالدو اتعور في الماتش اللي فات جاله برضه شد في العضله الخلفيه، فاصبح اقل عدد متوافر من اللعيبه في هم لعيبه الاجناب، يعني قلت لعيبه الاجناب نتيجه ان فقدانك لهذا الكم من اللعيبه سواء بسبب اصابات او بسبب ان مستواهم مش في قمته في الفتره الحاليه، او مش الجاهزيه بعد فتره التوقف الطويله دي مش جاهزيه كامله. فانت بدات تلاقي نفسك انك انت مثلا عندك مين الاطراف، عندك دلوقتي حسين الشحات وراجع من اصابه، ده موجود من الخيارات المشاركه في دوري ابطال افريقيا، وعندك احمد الشيخ ودي اصيب، ادي اتنين من الطرف اليمين، حتى اللي بيلعبوا طرف شمال جونيور اجاييه معتمد عليها كراس حرب. يعني مع مروان محسن ومع باجي اليو باجي، الثلاثه دول هم رؤوس حربه المتوافرين، فهو بيلعب يا باجي يا مروان، لكن لو اتزنق اهو زي الماتش امبارح بتاع اسوان اضطر انه يلعب، فاصبح ما عندكش الاطراف. طب حتى وليد سليمان اصله اما كان سليمان طرف يمين، طرف يمين بالظبط، ابتدى يلعبه في حته تانية، تلعبه في العمق الهجومي، شادو سترايكر زي ما كان قفشه كده يعني، قفشه خرج 9 ونص تقريبا بالظبط. فبقى عندك صالح جمعه مش موجود معاك عدد، لكن مش عشان موجود. صالح جمعه بس عشان برضو يعني في تفصيله كده وعايزين نتكلم مش يعني باختصار كمان على صالح جمعه وايه اللي انت شايفه في ازمه صالح جمعه، بس استاذنك فاصل ونرجع نكمل الحوار. اهلا بحضراتكم مره تانية. استاذ طارق كنا واقفين عند صالح جمعه، وصالح جمعه لو كان في التوب فورم بتاعه هو اللي عنده الحلول من وجهه نظري، يعني كان بيلعب معايا في الاولمبياد ويمكن قبل الاولمبياد كمان، هو اللي عنده الحلول. فانت شايف صالح جمعه ظالم ولا مظلوم؟ بص، بدايه صالح جمعه عشان خد فرص كتير فهو اللي بايده يرجع نفسه، وهو اللي بايده انه يرجع في فرص قد تكون اقل كثيرا من الفرص اللي جات له قبل كده. يعني الموضوع في ايد صالح جمعه، ده نمره واحد. نمره اتنين، اذا اراد صالح جمعه العوده فعليه انه يفكر في احتياجات المدير الفني. على فكره ليه انا بحترم بايلر؟ انت جيت على فرقه عايز تحط استراتيجيتك عليها، جيت شفت الامكانيات دي فنفذت 4-2-3-1 بالضغط بتاعها، بالديفندرز بتوعها، بتبني من تحت، كل ده بنيته على اساس كده. بس في نقطه خمسه لسه ما كنتش قلت لك غير الاربعه اللي قلتهم في تغيرات فايلر. النقطه الخامسه هو التحرك بدون كوره. فايلر عمل زي مدربين كتير في اوروبا ومنهم مثلا جوارديولا، بيعمل ايه؟
الـ الـ الاحصاءات دي اللي هي موجوده على طبعا الاناليز دي الموجوده على دي موجوده وسهله الوقت موجوده. ده لمس الكره كام مره، عمل كام انترسبشن، عمل كام موجود فين بالظبط في الملعب، موجود فين، والجدول الحراري بتاعه بالزبط. وكل الكلام ده موجود. لا يعمل حاجه تانية خالص، يقول اربع كاميرات غير محترف. ده كاميرات مش تلفزيون، كاميرات خاصه، كاميرات خاصه بتاعته التقنيه الفنيه. النهارده اليوم بتاع تشافي هرنانديز زي ما كان ماسك مثلا برشلونه، الاربع كاميرات في التسعين دقيقه يشوف التحرك بدون كوره رايح فين. المدربين اللي بيفكروا في كده بيقول لك ايه، لو انا جبت لعيب جاب خمس تجوال في ماتش وعمل ماتش مثلا ماتش عمره، يعني لما تجيب كده نموذج لماتش تاريخي للاعب نجم كبير في العالم، لمسته للكوره لو من اول ما لمس الكوره كده لغايه ما حررها منه، او من اول ما لمس الكوره ورقص وجاب جول، عمل اي حاجه كام، يعني كوره الاشهر في تاريخ، احسن جول في تاريخ كاس العالم، مارادونا في انجلترا 86، من اول ما خد الكوره في نص الملعب لغايه ما جاب الجول كام ثانيه؟ 11 ثانيه. من اول ما لسه بيلف في نص الملعب، لسه نص الملعب بعيد 11 ثانيه. يعني الجول التاريخي ده 11 ثانيه، والجول الثاني 3 4 ثواني، وادي الجولين اللي هو جنبهم في الماتش ده، الجول اللي هو بالايديه ده، و3 4 كرات كان بيرقص. انا حاولت ان انا اعمل زي مدربين اوروبا، شفت مارادونا في الماتش ده لمس الكره قد ايه، قد ايه، دقيقتين وثانيتين اجمالي. اللي يبقى فاضل لك كام يا حلو؟ 88 دقيقة. انت فين؟ فيصورك. اهو ده اللي بيعمله فايلر، بس من غير تصوير، مش بيعمل زي جوارديولا. هو بيعمله بيبص بتتحرك ازاي بدون كوره. ما انا لو انا ما بتحركش بدون كوره مش هنفذ واحده من الاستراتيجيات الرئيسيه لفايلر، اللي هي الضغط على الخصم. الضغط اللي معمول بست سبع لعيبه دول جزء اساسي منه الضغط، والنادي اللي هو بتاع النادي الاهلي بيعملها بشكل هايل. وانا شايف رغم ان في غيابات ورغم ان عندنا اصابات كتير، لكن انا شايف الحاله الفنيه، ودايما النادي الاهلي لما بيعاني من اصابات البدائل بتكون مفاجاه، والبدائل بتكون على مستوى النادي الاهلي. فعايز اقول لك كمان على الشق الاخر الايجابيات، زي ما انت قلت النادي الاهلي بيلعب كره حلو، والنادي الاهلي بيعمل خلاص ما بقاش ان، ودي طريقه مدرب انك بتبني من تحت، انك بتطلع الاطراف، انه كمان بيبدا يغير شويه في فكر ان انت ما تحفظش طريقه واحده، اللي هو انت راكب 4-2-3-1 انت حافظها وبتاديها، لكن صح. لازم تغير طريقتك، طرف ورا وقدامه طرف تاني خلاص اتحفظت. وده اللي الناس كانت بتتضايق، ان هو بيشوف الله هو اجايب بيلعب على الطرف، لا ده ما بيلعبش على الطرف في وقت من الاوقات، بيلعب 4-3-3 بشكل معين، راس حربه وتحتيه اثنين، وتحولت امبارح ل 4-3-3 زي ما بقول اول مره، من اول ما جه تبقى 4-3-3 صريحه. ده شيء يحسب، لان انت وارد جدا كمدير فني انك بتشتغل بطريقه معينه، وارد جدا خلال نص ساعه لا 4-3-3، فما تبقاش التغييره ديت فيها تاثير سلبي على اداء اللعيبه. مظبوط. فانت انت انت بس بتحضر وارجع لك لحته صالح جمعه بالذات، يعني انت كنت بتلاعب سان داونز في بريتوريا الماتش 1-1 اخر الماتش قبل التوقف، قبل ماتش سموحه على طول، وانت بتلعب بره ملعبك قدام فريق المفروض ذكرى سيئه قبلها بسنه بس بالظبط، اللي هي بتاع الماتش الخمسه ده، ورغم ذلك انت زاني صن داونز في نص ملعبه تقريبا تلتين الماتش، يعني تلتين الماتش بضغط عالي، صن داونز ضغط نفس الضغط اللي بتعمله في استاد القاهره هو اللي كنت بتعمله في بريتوريا، هو اللي كنت عامله حتى على النجم الساحلي، المباراه الوحيده اللي خسرها النادي الاهلي استراتيجيه واحده. هم لا ما تتغيرش، لو بتلعب بقى على ارضك بتلعب بره ارضك، فهو ماشي ستايل لعب هو ده. تحتاج ايه؟ لازم عندك الجهد البدني طبعا، والتحرك بدون كوره عشان تضغط على طول طوال ال 90 دقيقه. طبعا صالح جمعه ما عندوش دي، يلمس الكوره الثلاث اربع دقائق اللي هيلمسهم خلال الماتش هو مبدع، لكن انا مش عايزك يا حبيبي في الثلاث اربع دقائق، انا عايزك في ال 90 دقيقه انت في حاله حركه دائمه. فديت اذا اراد صالح جمعه انه يستمر مع الاهلي لابد، مش بقى حته الالتزام وكده، هو هيلتزم. لا هو ملتزم على فكره الفتره اللي فاتت جدا، وانا عارف صالح بس كمان محتاج، ده اتعاملت معاه من زمان، محتاج شويه معامله نفسيه. بس انا قلت له المدربين الاجانب ممكن يعاملك بشكل نفسي شويه، لكن ليه حدود،
انك كمان تنفذ له الحاجات اللي بيطلبها منك. بالزبط. وهو وعد ان شاء الله ان هو هيبقى ان شاء الله انا متفائل. بس بص، فانا صالح من مكاسب ان شاء الله الاوراق اللي هو فعلا لو وقف على رجله هيبقى ورقه كويسه قوي للنادي الاهلي. طريقه لانه يلعب اساسي وما يطلعش من الملعب هي اللي انا بقول لك عليه، ده اضغط اتحرك في ال 90 دقيقه. ده محتاج ناحيه بدنيه هتيجي مع الوقت، بس انت حتى لو لعبت ربع ساعه تلت ساعه في الاول اضغط العب زي ما الفرقه بتلعب. المدرب بيقول لك طلع ال 90 دقيقه في النص ساعه اللي هتنزلها، يعني دايما تقول للعيب انت لو بتلعب نص ساعه بس طلع لكل مجهود 90 دقيقه. طيب نروح لجزئيه ثانيه خالص ومرتبطه برمضان صبحي. الناس كانت بتتكلم على الارقام الكبيره جدا جدا، يعني النادي الاهلي انا شايف انه كان مقدم رقم كبير جدا لرمضان، وبيراميدز قدم عرض يمكن اكبر شويه. فالاسعار راحه بينا لفين؟ يعني اسعار اللعيبه راحه لفين؟ في ظل طبعا اللي احنا بنمر بيه، احنا عارفين طبعا يعني المشاكل الاقتصاديه، واحنا عندنا ناس يمكن انا بتكلم بكل امانه ناس بيدخل لها في السنه مش اكتر من 20-30 ألف جنيه، وبتتكلم ولد صغير بياخد 30 مليون وولد صغير الثاني بيطلب 20 مليون، فالحته دي عامله جدل شويه. وبالنسبه لي انا على المستوى الشخصي ان الاسعار لا تتناسب مع قيمه، مع احترامي طبعا للدوري المصري، مع قيمه الدوري المصري بهذه الارقام. واحنا شايفين حتى الارقام في اوروبا في الدول، نقول سويسرا، هولندا، بلجيكا، الفرق اللي حتى على المستوى مش هقول الاول الثاني، في لعيبه بتاخد نص المبالغ ديت. فانت تحليلك ايه اللي احنا بنمر بيه؟ يعني اولا من الخطا بمكان ان انت تقارن نفسك باوروبا. ليه في الاول كده انك انت تقول مثلا ميسي بياخد كذا ولا تتكلم على رونالدو؟ لا خطا. خلينا نتكلم ان الاسعار مقارنه، لا انا بتكلم ان الدوري الانجليزي دوري انجليزي، حتى الدوري البلجيكي دوري بلجيكي ليه سبونسر وليه دخل، والفرق ليها دخل. لكن انا بتكلم بكل امانه، لعيب مع كل الاحترام للعيبه، لعيب بيطلب 30-40 مليون جنيه في السنه، في مقابل ان ممكن في الدوريات الاوروبيه، مش مقارنه، لا ممكن في الدوريات الاوروبيه الرقم ده بيكون كتير، ولو طلع احترف بره مش هياخد الرقم مش هياخد الرقم ده. مظبوط كلامك مظبوط، بس ليه انا من الاساس لو حتى شفت ارقام كبيره في اوروبا، لو انا شفت ارقام مثلا لعيبه بيلعبوا مثلا في البريمير ليج في انجلترا، ليه من الخطا ان انا اقارن؟ لان هناك دي منظومة مختلفة. صناعه كره قدم ومنظومه مختلفه تماما. النادي عنده ده مدخولات، عشان كده اللعب المالي النظيف بيطبق في اوروبا لهذا السبب، الفاينانشال فير بلاي ده طبعا. ليه بيتعمل في اوروبا؟ لان انا عندي ميزانيه، ادي ده اللي بصرفه وده اللي جاي لي، مش جاي لي بقى من رجل اعمال ولا بتاع، ده ميزانيه بالظبط. من المتحف اللي انت عامله بتبيع فيه التيشيرتات، من تذاكر المباريات، من السبونسر شيب اللي معموله على النادي بتاعك، من البث التلفزيوني والتغطيه، منظومة كاملة حقيقي. كاملة. فأنت بتقول مثلا أنا معايا هيجي لي دخل مثلا 500 مليون، النادي عند اللعيب ده ما فيش حاجة اسمها فئة أولى ولا فئة تانية زي ما بقول، لا ما فيش الكلام ده، ده individual. أنا كده عندي تقييم شخصي، زي ما أنا أكون هنا عندي مثلا مهندس إلكترونيكس ومبدع وعنده عقلية، ممكن أديله مبلغ أكبر بكتير من مهندس تاني برضو زيه بس مهندس عادي. ده حقيقي مظبوط. فهنا ده لازم يكون فيه وضع يعني استراتيجيات تانية خالص، ان انا اللعيب ده كل واحد سلعة، ما هو في كيلو فاكهة بخمسة جنيه، أيوة في كيلو فاكهة بمية جنيه. طب انا بتكلم يعني انت حضرتك بتتكلم كلام لوجيك، ولان الناس هناك عندها ميزانية واضحة وقادر يحط بلاننج، ان انا حتى كل المدربين بيجي لما بيتكلم السنة اللي جاية انا محتاج مثلا 100 مليون، ال 100 مليون ده عشان اعمل بيهم 1-2-3، ففي ميزانيه تسمح بكده. لكن احنا بنتكلم على اسعار انا في اعتقادي كبيره جدا، عقود كبيره جدا، والمقابل انت ما عندكش المنظومه دي، ما عندكش الميزانيات ديت الا في نادي او اتنين، ومش ما تعرفش الكلام دوت هيستمر ولا لا، يعني انت مش تحت قاعده ثابته عريضه. فده تفسرها ازاي؟ او يبقى يعني الكلام ده رايح بينا لفين؟ لو انت طبقت المادة 18 اللي هي في لوائح الفيفا على الكرة المصرية بحذافيرها، اللي هي تأسيس
النادي وقوام الاقتصادي والصرف اللي بتصرفه، هتقول هنا هيلعب في الدوري المصري الاهلي وبالكاد ممكن الزمالك يخش في. انت بتتكلم حضرتك على الاف سي، على الفوتبول كلوب، يعني ما يبقاش يعني النادي المحترف. النادي المحترف اف سي، يعني بتتكلم على نادي كوره محترف ليه ميزانيه خاصه، مجلس اداره خاصه، غير السبورتنج غير سبورتنج كلوب. ده كمان بتكلم على حاجه، بتكلم على الميزانيات دي. ما ينفعش ان هي يعني انت لو بديت الموسم عندك لعيب بياخد زي ما انت بتقول الارقام بتاعت دلوقتي 30 مليون وده 20 مليون وده 15 مليون وده بتاع ده، يطلعوا مثلا 500 مليون. طب هات لي بقى الورقه الناحيه الثانيه، ظهر الورق فين يا عم؟ مدخولاتك صفر. يعني نادي بيراميدز ده، خلينا مش بعيدا عن النادي بيراميدز اسماء، بس انا هدي لحضرتك جزء برضه ونتكلم فيه. على سبيل المثال مثلا كازلاوتن، كازلاوتن كان بيمر بازمه قبل كده وانا كنت موجود فيه، فطلب من اللعيبه ان يقلل العقود. ف طبيعي في ناس قالت اه وناس قالت لا، فاكتشفوا في الاخر ايه؟ انك انت مثلا انت السنه دي 2021 انت عندك عقود ب 250 مليون. بيجي قبل ما يديك اللايسنس بتاعك انك تشترك في الدوري ده، انك تديله انك فعلا تقدر تغطي بس العقود اللي عندك. هي دي اللي انا بوصلك، هو ده فعلا الكلام ده. الكلام ده انا عندي مصروف على الملعب، مرتب المدير الفني، اللعيبه، كل المصروفات. الناحيه الثانيه هتجيب الكلام ده منين بالظبط؟ طب انت فين الدخل؟ يعني انت دلوقتي بتتكلم في 30 مليون ومش والارقام، فين الدخل اللي جاي لك بقى؟ الدخل ده لا يعتمد على ان رئيس نادي معاه فلوس. لا طبعا، هو خلي بالك ما فيش رئيس نادي، يعني في بيدفعه بس ما حدش يفتكر ان رئيس النادي هناك بيخسر فلوس بيدفع من جيبه. الكلام ده مش مظبوط. ممكن لا في الاول بيضخ فلوس. لا ما حدش بياخد فلوس من جيبه. ما حدش بيعمل الكلام دوت. يعني العنصر الوحيد اللي بيدفع من جيبه هو الجماهير طبعا. طبعا ده اما غير كده لا، مش حد بيدفع من جيبه. فانت شايف ان الحل ان يعني علشان المستقبل القريب انك تشتغل اف سي، تشتغل نادي كوره محترف لازم، وان اجلا او عاجلا انت هتتحط في المعجنه دي. على فكره الاتحاد الافريقي جه اشترط في عام 2015 ان اي نادي هيشترك في الشامبيونز ليج او الكونفدريشن كاب اللي هو كاس الكونفدراليه، عليك انك انت تقدم لي مستندات ان انت نادي محترف، من ضمنها الفاينانشال اللي هي الجزء المادي. الجزء المادي انك عندك ميزانيه وعندك ميزانياتك وعندك مدير فني كمان معاه رخصه دوليه، يعني اللايسنس كمان. ده حقيقي، دي كمان نقطه مهمه جدا، انك كمان كل المنظومه اذا كان على المستوى الاداري او على المستوى الفني، دي منظومه لازم يكون بروفيشنال. يعني انت معاك لايسنس بتقول ان الراجل ده مدرب كره قدم، وان الاداري ده والفيزيوثيرابي ده يبقى معاه لايسنس انه بيشتغل فيزيو، او التاهيل الطبي برضو معاه رخصه. ان فكل ديت مش موجوده. التفكير اللي بيجي لي، طب كل ده مش موجود في مصر، والرقم بيعلى كده بناء على ايه؟ ما هو دي بقى النقطه. عشان كده انا بقول لك ان لما جه الاتحاد الافريقي حتى حط الشروط دي عملها في 2015 وشدت بقى والانديه كلها قلقت وبتاع، وبعد كده راح ايه الدنيا ماشيه سبهلله. يعني انت مثلا ايه، مجرد ان هو ورق. على فكره انا شفت الفايل ده اللي انت بتحط فيه تشيك ليست كده، تقعد تملاها انت ايه وده ايه وده ايه وده ايه. فخلاص انت قايم لو خلاص وحد شايف حاجه، يعني اتعملت كده لان في انديه من بوتسوانا وانديه مش عارف من ليبيريا، انديه فما قدرش الاتحاد الافريقي ينفذها، ففضلت الكوره في افريقيا قاصره على بعض الانديه. انما مثلا ما تشوف النادي الاهلي، واحنا مش بنتكلم كده عشان في قناه الاهلي، لا احنا بنتكلم النادي الاهلي منظومه مختلفه. انا عندي سبونسر عام وعندي سبونسرز تانيين صغيرين، ده بيديني 10 قروش وده بيديني 5 وده بيديني 3، ومن الملعب باخد كذا، ومن التيشيرتات باخد كذا، ومن النادي باخد كذا، ومن هنا يعني الموارد كتيره جدا. بالظبط، اقرب للمنظومه الاحترافيه دي. ولكن انا عايز اكلمك في ناحيه تانية خالص، يمكن الناس لغايه دلوقتي مش قادره توصل لانفعال او تفاعل صحيح مع الموقف ده، وانا احب ان الاعلام يركز على النقطه دي. هو انا مثلا انت ك ك ك ك لو انت موظف في شركه هنا وبتاخد 10 حلو، وجالك مثلا عقد بره ب 20 حلو، شرط ان انت تروح تختار ده ضعف، تروح ضايع على 20 ابو 20. لا طب ما انا ممكن انا عندي ارتباط ببلدي
عندي ارتباط بـ 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 بأسرتي هنا، فبالتالي أنا قابل العشرة دول أفضل ما أخد العشرين. في فيلم فيلم مافيا اللي كان فيه يعني حتة مهمة قوي كان حسين فهمي بيتكلم فيها، وكان أحمد السقا في الحتة دي بيقول له إيه، أنت ليه بتحب مصر؟ مصر دي زي أمك، هي أمك أنت بتحبها لأنها أجمل ست في الدنيا، مش عشان أجمل ست في الدنيا. حتة المشهورة في فيلم مافيا دي لما حسين فهمي راح في المنطقة بتاعت الأسوان ديت وكلام من ده، كانت لقطة طريفة جدا. معناها إيه؟ معناها إيه؟ إن هو من آخر الأفلام اللي أنا شفت إنها بتقدم قيمة إنسانية كده للمواطن العادي اللي بيتفرج عليه. معناها إيه؟ إن أنت أمك دي أغلى عندك من الدنيا كلها رغم إنها مش أجمل ست. بلدك هي أجمل أرض تحط رجلك عليها في الدنيا رغم إنها مش أجمل بلد. لكن أنت بتتكلم على إن مش كل شيء لا مش كله طبعا يتحول إلى مادي. لا طبعا أنا فاكر إن في وقت من الأوقات أحمد الكاس جاله عقد كويس جدا بعد كأس العالم، لكن هو مرتبط بشكل كبير جدا باسكندرية وبوالدته بشكل خاص. مظبوط. فقال لا مظبوط. أنا الفلوس ما تفرقش معايا أكتر من إن أنا أقضي أسرتي. فده وأهلي. جزء الناس بدات تتكلم على الماده بشكل سوليد شويه، بشكل صلب جدا. طب انت لا اصل لو جه ابنك جاله دلوقتي بيشتغل ب10 وجاله بره ب20 هتسيبه؟ مين قال كده؟ طب انا هقول لك على حاجه، انا حتى لو سبته مع يعني عدم قطع كلامك، انا حتى لو سبته الكلام ده بيتقال يا جماعه لو النادي الاهلي ما قدمش حاجه، يعني لو النادي الاهلي قدم حاجه صغيره اول رمضان قال له هديك اكس والتاني هديك اكس 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 10. النادي الاهلي مقدم عقد، انا في وجهه نظري عقد محترم جدا 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 لنجم اسمه رمضان صبحي عنده 23 سنه بياخد العقد المقدم، عقد محترم جدا جدا جدا. الفرق بقى اللي انت بتقول عليه ايه بقى؟ ما انا بقول لك ده اكتر، ما احبش اتكلم في ارقام لكن اكتر. لا ده غير الاعلانات. يعني ده غير النصيب بتاع الاعلانات اللي سجله قبل. ما حدش يقول لك انا اصلا انا هامن مستقبلي. طب انت هتامن مستقبلك، اللي هيامن مستقبله مش هيامنه ب 60 مليون جنيه. يعني انا عايز اسال الكلمه برضو دي، الكلمه دي بتغيظني قوي. ايوه هامن مستقبلي، قال يعني هو بياخد مثلا هياخد بالظبط ده اللي بتكلم فيه مجموع و60 مليون في سنتين، وده مش تامين مستقبله. لو كان ما يجيله 80 دول اللي هيامنوا مستقبله. كلام طبعا كلام. النقطه بقى الثانيه اللي ما بيبصش فيها اللاعب اللي هو بيختار الملايين على حساب كده، في علاقه انسانيه اسمها الحب، دي ما تقدرش باي قيمه من المال. يعني اما لعيب مثلا زي وليد سليمان كده، وانا بعتبره نموذج للانتماء في العصر الحديث ده، اما لعيب زي وليد سليمان يمشي في الشارع كده والناس كلها بتحبه، ده قيمة. دي لما يخش وليد سليمان ده كده على أي مكان في طابور والناس كلها تعالى يا وليد خش وبتاع، تحس إيه؟ أنا كنت حكيت مرة في قناة الأهلي، حكيت مرة أنا واقف بتاع كاوتش بيصلح لي كاوتش وما رضيش آخد منه فلوس، بيقول أنا أحبك، أنا بشوفك وبحبك. يعني الإحساس دوت إحساس جميل، إحساس جميل جدا. فما بالك إحنا ما إحناش بشهرة لعيبة الكورة يعني، إنما تخيل إن لعيب الكورة إن هو لما يبقى قاعد في بلده ملك متوج بالحب والعلاقه الطيبه وكلام من ده. تالت بقى عنصر، انت بتتكلم على انك انت هنا هتاخد 10 وهنا مثلا ده بيسيب النادي عشان هنا هياخد 13، من 10 ل 13. طب وانت ايه ضمنك ان انت هتقدر تاخد ال 10 دول كذا موسم مثلا؟ زي مثلا لعيب زي احمد فتحي 36 سنه وثلاث سنين هيبقى داخل في 40 سنه، مين قال ان انت هتقدر تكمل كده؟ ومين قال ان انت بعد ما تعتزل هتبقى في نفس قيمتك عند الناس زي ما انت كنت مثلا في انديه كبيره زي الاسماعيلي ورحت اوروبا ورجعت تاني للنادي الاهلي ولعبت 13 سنه للنادي الاهلي؟ مشوار طويل طبعا، مشوار كبير جدا. فهي حاجات تفاصيل دقيقه هي اللي بتصنع الكيان والشخصيه. فانا من خلال كده انا كتبت مقال قريب، حاجه من اتنين، يا انت باصص للمجد والمجد ده هيجي لك بفلوس برضه، خلي بالك انت مش مجد ببلاش حقيقي، لا ده مجد انت هتاخد 20 بس يا سيدي، بدل ما تروح خالص بدون مجد وتاخد 50، يعني انت ممكن تاخد 50 بس ضاع الكارير بتاعك. ما انت بتحارب على كارير وبتحارب على مجد وبتحارب عشان تاخد ماده، ما قلناش ابدا ان انت اختار ابو بلاش، مفيش ابو بلاش، ما عادش فيه ابو بلاش، لا انت بتاخد هنا 10 وهنا 13، هنا 20 وهنا 23. الفارق ده ما ادراك انت هتكسب كام لقب هنا وهنا هتكسب كام لقب؟ ما انت ممكن هنا تكسب لك 3 القاب تعدي الرقم اللي هو هيدوه لك الثاني اللي مش هيكسب ولا لقب. فهي دي حتت كلها. فانا بتكلم على النواحي الانسانيه دي اقوى بكتير من اي شيء. في لعيبه كتير بنت مال ومحدش فاكرها خالص. ف
فالمجد ده دي فلوس لا حصر لها، دي بقى مليارات مش ملايين. المجد اللي بتعمله كاسمك، انا مش بتكلم في الكوره بس، لا بنتكلم بصفه عامه كمان. اه بالظبط، مجد يعقوب، ايه المجد اللي عمله؟ طب هل ده يقارن باي فلوس هياخدها؟ ما هو بيشتغل دلوقتي لله، يعني بيشتغل دلوقتي اعمال انسانيه كلها. انما المجد اللي سطرته بتاريخك الكبير، سطرته بره مصر وفي مصر، يعني مش بره بس، لا في مره مصر وفي مصر، ده مجد بيعمل لك اسم كبير جدا، ده لا يقدر باي مال. عارف عادل امام قال لك لا يكيل بالباذنجان، ده لا يكيل بالمال، يعني خد بالك ده لا يكيل باي اموال الدنيا والاخره. هنكلم مع حضرتك ان شاء الله برضو في الحلقات اللي جايه عنا كمان الانتماء، وده شيء مهم جدا مربوط باللي احنا بنتكلم عليه، يعني موضوع مفهوم الانتماء بقى ايه دلوقتي، الانتماء شكله ايه، هل فعلا اتلغى كلمه انتماء ولا لا، ده مهم جدا وهنناقشه مع حضرتك في حلقه جايه ان شاء الله. لكن عايز اخش مع حضرتك، ايه رايك في الفار، تجربه الفار في مصر انت شايفها ازاي؟ بص، هو يعني بكل امانه انا وجهه نظري، انا شايف ان هو شر اصبح لابد منه. شر؟ انا اما اجي اوقف اللعب بعد احلى لحظه في كره القدم في الرياضه، ان جه جول وانت ما فيش جول، ده انت مستني قاعد كده هوت، وعلى بال ما يحسب الجول يكون انت خلاص ما يحسبش الجول كمان، يحسبه ايا كان، على ما يحسب الجول تكون انت نسيت الفرحه أصلاً. نفسها الفرحه، اللقطه نفسها الاولانيه، الحماسه واجواء المباريات قتلت بالفار. سيبك من ان الناس يقول لك ايه امام العداله اي شيء، يعني سيبك من الكلام الكبير ده اللي احنا بنتكلمه، بس انت في كره قدم ممتعه، كل لحظه فيها ممتعه. مش معقول انا ابص ده جه جول في ماتش ريال مدريد واياكس في دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت، راح راجع قبلها بست اشهر، رجع قبلها بالكرة وهي عند خط التماس، فاكر الجول ده؟ رجع قبلها الجول اياكس ده، لا بالظبط، رجع لنص الملعب نشوف الكرة طلعت بره ولا لا، على بال ما حسب الجول كنا نسينا اصلا ان جاي جول. فانا شايف ان هو شر، بس لابد منه. ليه؟ لان خلاص انت ارتضيت في العالم كله. اخر ناس كنت تتخيل ان هم يقبلوا الفار مين؟ الدوري الانجليزي. كان كله قال لك خلاص الفار واتعملت الدوري الانجليزي اخر حته من الحتت المتقدمه جدا في العالم اللي قبلت ان هي تعمل فار. عارف في اجتماع قبلوه بشكل مختلف كمان، قبلوه بشكل، انا في لقطه ما انساهاش ان هو ما اتحسبش جون علشان لدرجه ان 2 مللي من المدافع كان سابق شويه فاتحسبت، يعني لدرجه قال لا يا جماعه مش للدرجه دي، احنا بنلعب كوره، مش للديتيلز الصغيره دي، انت كده هتموت الاكسايتنج وفرحه الكوره هتموت، لانك بتحسب 2 مللي ده، دي حاجات ما تتحسبش، يعني دي تضيع فرحه الكوره وفرحه الهدف، مش للدرجه دي. الدوري الانجليزي عملوا ايه؟ فار من نوع مختلف، مفيش حكم هيبص على الفار. انا عندي اوضه فار وحكم دقيق جدا وانا هبلغك بالقرار، فبالتالي الوقفه ما بقتش طويله، يعني هو هيسمع بس خلاص. هقول لك بقى مفاجاه واسمعها بقى من دلوقتي، الدوري الانجليزي هيلغي الفار خالص في حكايه السنتي رايح وسنتي جاي. دي انا سمعت فعلا دي الكلام ده من الدوري الانجليزي، مش ده اللي بعديه 22 23، اللي هو 22 هيقول لك بقى ايه، اي كوره هتحمل لي خط احمر وخط ازرق وتشوف لي كده بالمقاس يطلع سنتي ونص اي كلام من ده، ما تبصش للفار اساسا، العب احسب القرار الحكم عشان ما تموتش جمال اللعبه. وانا شفت مثلا ايه السنه دي في الدوري الانجليزي، جاء اكتر من 20 جول في منتهى الروعه، اجوال تسجل تاريخيا، وكلها بخط ازرق وخط احمر، والله لو انت حسبتها هندسيا هتلاقيهم مثلا 2 سنتي. ما فعلا بيقول كده، انت ما تحسبليش كوره 2 سنتي، لان الكلام ده مش موجود في الكوره. لكن التجربه في مصر، واحنا دايما في مصر يعني كان الناس كتير جدا مستنيه الفار على اساس كان في اخطاء تحكيميه وكان في مشاكل تحكيميه، انت شايف التحكيم المصري اتاثر ايجابيا بوجود الفار؟ بص، عشان كده انا قلت لك شر لابد منه. عندنا في مصر، وليه لازم انا اطبق الفار، عندنا في مصر حاجه اسمها ان كل شيء هو عن طريق الحكم. الاهلي واخد 41 دوري من 60،
ايه يا عم الحكام واخد مش عارف 36 يا عم الحكام مش بس من الزمالكاويه لا الاهلاويه برضه الحكم شايف يعني هقول لك على حاجه الزمالك خد في العقد الاخير ما هو العقد الاخير ده لو الاهلي خد الدوري ده هيصبح اول عقد كله خده الاهلي ما عدا الزمالك لقب واحد خلي بالك يعني في خلل في منظومه الكره المصريه في هذا الكم من الالقاب للاهلي ومستحيل ان الالقاب دي جت بحكام انا غير مؤمن اطلاقا حكم ممكن يخدم عليك في ماتش اما دوري 34 ماتش وانت فرقه تعبانه الحكم هيخدمك النهارده وهيخدمك بكره وهيخدمك في الماتش العاشر والعشرين والخمسة وعشرين والتلاتين مستحيل طبعا. فعشان كده ايه احنا عندنا كل حاجه تؤول انا فاكر موسم 2014 2015 الزمالك الموسم اللي خد فيه الدوري بسال يا جماعه يقول لك ايه يا عم الحكام ده الزمالك خد 18 ضربه ده فعلا الزمالك خد 18 ضربه جزاء خد 18 يا سيدي طب مين احسن فريق يقول لك الزمالك طب انت زعلان ايه ما هو خلاص ما هو احسن فريق فانا بتكلم بشكل عام انت السنه دي حكام مش حكام يا جماعه مين احسن فريق هو الاهلي ما هو فارق هو اللي واخد اللي عامل الانتصارات متتاليه الاهلي في طريقه ده موضوع تاني لتحقيق خمس ارقام قياسيه في تاريخ الدوري خمس ارقام قياسيه السنه دي ان شاء الله السنه دي لو كمل بنفس الريت ده فانت نرجع تاني لحكايه الفار فانت عشان تقطع الشك باليقين وخلاص توقف بقى اللي يقول لك ايه اصل الجول ده اوفسايد اصل مش عارف ايه لا اعمل بقى السنتي واعمل الملي كمان احنا لا المصر. مش هنحصل السنتي ده هيبقى صعب جدا لكن انا بتكلم تجربه ايجابيه بالنسبه للتحكيم المصري يعني انا شايف ان هي حتى على الاقل قلت اسكان انت بالفار ولسه يقول لك ايه ده شوف ما حسبش ضربه جزاء ما هو الانتقاد هيفضل يعني الناس برضه هتنتقد مهما كان فانا شايف ان هو ان كان اهميته مثلا 60% في الكوره العالميه عشان ما تقتلش متعه الاهداف في البطولات الكبيره وعشان ما تعملش الحاجات اللي احنا شفناها كده في البطولات الكبيره ديت زي دوري ابطال اوروبا فهي في مصر انا شايف انها مانداتوري يعني اساسيه عندنا ماتش يوم السبت وانت ملك الاحصائيات يعني ايه الاعداد او الاحصائيه اللي في دماغك بالنسبه لمباراه القمه اللي جايه ما بين الاهلي والزمالك تقدر تقول يعني ايه اللي خلاص القمه دي هتتم كام احصائيات او اعداد ارقام الناس ما تعرفهاش هي شوف في حاجه انا درستها كويس قوي تختلف تماما مع اي خبراء انت تقعدهم قدامك تقول له تساله يروح جايب لك مجاوب لك الاجابه الدبلوماسيه بتاعت كل المدربين وكل اللعيبه تيجي تقول له ايه الاهلي والزمالك انت ايه رايك في الاهلي والزمالك يقول لك لا 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 دي مباراه خارج الحسابات تسال مدرب يقول لك لا 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 يمكن توقع النتيجه في الوقت اللي كان عدم التوقع يخص مباريات قديمه قوي ما كنتش انت فيها ايه حته التوقعات زي دلوقتي ومن سنه 90 سنه 90 موسم 90 91 وحتى هذا الموسم يعني من 90 ل 2020 30 سنه. ال 30 سنه دول شيل ماتش الدور الثاني بتاع موسم 90 91 وشيل الماتشات اللي هي اللي ما لعبتش في موسمي 2011 2012 و 2012 2013 شيل بس دول هيطلع 27 ماتش في الدوري. والماتش اللي بتاع الذهاب ده اللي اتلغى يعني في اخر 30 سنه في اخر 30 سنه اوكي لعبوا بقى حدث ولا حرج في دوري ابطال افريقيا 9 مرات شوف لعبوا كم مره في الكاس لعبوا 10 مرات في الفتره ديت لعبوا كم مره ماتشات في بطولات مختلفه البطولات المختلفه يا دوري يا كاس يا سوبر مصري حتى ماتشات السوبر مصري 4 مباريات 4 مباريات مظبوط ماتشات دوري ابطال افريقيا او السوبر الافريقي اللي هي الماتش 9 ماتشات اللي هم اتلعبوا هي دي كل المواجهات بين الاهلي والزمالك في جميع المواجهات على مدى 30 سنه كل الماتشات اللي فريق يرجح فيه كفته فنيا بشكل ملحوظ ما بتكلمش على ايه فوارق فنيه ضيقه يعني في اوقات كتير كنت تحس ان الفوارق الفنيه قريبين قريبه قوي فمثلا انتهى الماتش تعادل او فرقه تخطف مكسب مش مشكله كده لكن كده الزمالك هنا والاهلي هنا او الاهلي هنا والزمالك هنا الفارق كده لازم اللي كان اعلى فنيا يكسب وهذه القاعده صارت بلا اي يعني اي معارضات او اي يعني نتائج اخرى غير كده اي تغيير الا 3 مرات فقط في 30 سنه 3 مرات فقط الجانب الفني في ناحيه اعلى من ناحيه ورغم ذلك
كان الفوز بيجي من اللي تحت اللي هو الاقل. كان في ماتش اللي هو بتاع 2007 اللي كان الاهلي بمانويل جوزيه عنده كل لعيبه المنتخب بكل الكلام ده، الاهلي اعلى بكتير جدا، لكنه مانويل جوزيه ساعتها قرر ان 11 لعيب يقعدوا من النادي الاهلي، يعني 11 لعيب كاملين اللي هم بقى كان الحضري على محمد بركات، ابو تريكه، عماد متعب، كل ده ما كانش بيلعب. فالزمالك كسب، بس دي المعطيات ان الاهلي كان من غير 11 لعيب. وارد 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 طبعا يا دكتور في الكوره انك ممكن تقدم مباراه على مستوى عالي جدا وممكن تخسر، يعني ده اللي بنتكلم عليه. لكن لو اتكلمت على حقبه من الزمن ان ممكن جدا مين اللي كان افضل خلال الفتره اللي فاتت، دايما اللي افضل هو اللي كان بيكسب، فدي معدلات ودي ارقام يعني. لكن هقول لك بس المرتين الثانيه والثالثه، ماتش الدور الثاني في الدوري بتاع موسم 2014 2015 الزمالك اعلى فنيا، الزمالك افضل، راح الاهلي كسبان بجولين بتوع مؤمن زكريا، ده كان استثناء للقاعده. الزمالك خد الدوري وخد الكاس، فبيلعب على السوبر مع تاني الدوري وتاني الكاس اللي هو الاهلي. الاهلي راح كسبان اللي هو ماتش بتاع الامارات 3-2. فدي باستثناء الثلاث استثناءات دول الافضل بيكسب، الافضل بيكسب كل مرات اللي كان اللي فيها فريق افضل من فريق فنيا كسب. ان شاء الله الاهلي الافضل باذن الله يوم السبت ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله. بص هقول لك على حاجه، الفوارق الفنيه في النص الاولاني من الموسم كانت كبيره قوي، ولكن الفوارق الفنيه قلت شويه. ليه؟ بحكم ان الزمالك خد دفعه معنويه من فبراير الابيض ده اللي بيسمى فبراير الابيض، وبحكم ان الزمالك انا شايف ان كارتيرون عمل حاجه قلما وجدت في الكره المصريه في الفتره الاخيره، هي الاستعانه بعدد كبير من الناشئين في الفتره الاخيره، فدي انا شايف ان هي قللت الفوارق شويه، قللت الفوارق، ولكن ستيل او لازال الاهلي في الناحيه الفنيه الاعلى ان شاء الله. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي. بنشكرك طبعا على اللقاء الجميل دوت، وان شاء الله على اللقاءات، لان زي ما انت بتقول عندنا ملفات كتيره قوي ان شاء الله. وانا حابب ان اناقشها معاك، لان زي ما بقول انت بتحللها بشكل مختلف. نورتنا وشرفتنا في البيت الكبير دكتور طارق الادوار، ان شاء الله باذن الله في اللقاء قريب باذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك، وشكرا لكل الساده المشاهدين. شكرا للدكتور طارق. ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل مع اسطوره من اساطير النادي الاهلي مع سهام وانا موجودين، الكابتن رمضان السيد.